أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المتواصلون، حيث سيكون عنوان وحدتنا الأولى التي سنتناولها معا هو متواصلون في مادة اكتساب اللغة مرحلة الناشئة 2. سأقوم اليوم بالتعريف بأبرز موضوعات الوحدة الأولى، حيث سأصفها وأذكر أبرز ما سنتناوله فيها. سنتناول في هذه الوحدة أعزائي الطلاب موضوعاً مهماً وهو التواصل. تواصلنا بطرق مختلفة، فقد نتواصل بالعمل الجماعي، نتواصل أيضاً مع النصوص التي نقوم بقراءتها في الكتاب، نتواصل مع المعلمة، نتواصل مع المشاهد المرئية التي نقوم بمشاهدتها والمصادر المختلفة التي نتعامل معها من خلال المنصة التعليمية. لذلك التواصل موضوع مهم جدا سندرسه من خلال عناوين مختلفة، منها رياضة المشي، خالتي ندى، في المكتبة، وأنا آسف. هذه هي النصوص المقروءة التي سنتناولها، ولا بد أن يكون مع هذه النصوص أنشطة داعمة حتى تقيم فهمك لهذه النصوص، كمعاني مفردات مثلاً، كعبارات تعطي رأيك فيها مثلاً، كأسئلة فهم المقروء مثلاً، ما عمر ندى، أين أو ما فائدة رياضة المشي، إلى غير ذلك من أمور تتعلق بالدرس. كما سنتناول أيضاً مجموعة من الأنماط اللغوية والنحوية، كالياء والألف المقصورة، همزتي الوصل والقطع، والهمزة المتطرفة، وتنوين الفتح. وهذا جميعه ستطبقه في مهامك المدرسية والمشاريع التي ستقدمها وامتحاناتك أيضا المكتوبة. لذلك لابد أن يكون تواصلنا تواصل عميق، تواصل جيد، حتى نقوم أو حتى تكون مخرجاتنا مخرجات سليمة. إذن المفهوم الرئيس الذي سنتناوله في هذه الوحدة، وحدة متواصلون، هو التواصل. وأذكر أن التواصل يحدث بطرق مختلفة، ليست شرطاً أن تكون بالحديث فقط، فقد تكون أيضاً بالقراءة، بالمشاهدة، بالنظر. المفهوم ذا الصلة هو اختيار الكلمات بين قوسين الأنماط، فلا بد أن تتواصل من خلال مفردات جديدة، خاصة أنك متعلم جديد للغة العربية، فلا بد أن تعبر عما تعلمته من خلال مفردات جديدة وأنماط تعبيرية أيضا جديدة. أما السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي، ستتعلم أنت مثلاً عن الرياضة، ولكنك ستعبر تعبيرك الشخصي والثقافي عن هذه الرياضة، قد تكون أو ليس شرطاً أن تكون رياضة المشي، ولكن قد تكون أيضاً رياضات أخرى أنت تحبها وتمارسها، رياضات أخرى مشهورة في البلد الذي تنتمي إليه أيضاً، قد تحدثنا أيضاً عن هوايات تحبها، هذا كله يرتبط بالتعبير الشخصي والثقافي. لاحظ عزيزي الطالب أن عبارة البحث والاستقصاء التي سنركز عليها هي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته. أكرر: يتواصل الإنسان. أين جاءت هذه الكلمة؟ يتواصل. التواصل هي بالمفهوم الرئيس، هل تذكر؟ باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية، كلمات وأنماط هي بالمفهوم ذو الصلة، معبراً عن شخصيته وثقافته، التعبير الشخصي والثقافي هو بالسياق العالمي. فلاحظ أن عبارة البحث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ذكرناه سابقاً من المفهوم الرئيس وذو الصلة وعبارة البحث، فكله يرتبط ببعضه البعض. إذن ستتواصل معي باختيار كلمات تعبر فيها مفردات اللغة العربية، تعبر فيها عما تميل إليه شخصيتك وثقافتك. أهداف هذه الوحدة تشمل مهارات اللغة العربية، الاستماع، القراءة، التحدث.
الاستماع هو أن تحدد أهدافه، أن تحدد معلومات صريحة وضمنية، الحقائق والآراء والتفاصيل الداعمة، مجموعة متنوعة وكبيرة من النصوص الأصيلة البسيطة. إذن عليك أن تحدد ما سمعته وأهدافه، وأن تحلل الروابط في مجموعة متنوعة وكبيرة من النصوص الأصيلة البسيطة. أما القراءة فعليك أن تحدد المعلومات الصريحة والضمنية، مجموعة متنوعة من النصوص الأصيلة البسيطة. إذن سنتناول مجموعة من النصوص أصيلة عربية بلغة بسيطة جداً، تحدد منها أهدافها، تحدد قيم المستفادة، وتحدد مفرداتك الجديدة التي ستعبر من خلالها منطلقاً بالتعبير عن شخصيتك وثقافتك. التحدث، ستستخدم مجموعة كبيرة من المفردات وتنقل جميع المعلومات المطلوبة أو معظمها تقريباً بوضوح وفعالية. تنقلها لمن؟ تنقلها للجمهور، وهو نحن المستمعين لك دائماً عزيزي الطالب. أبرز المهارات التي سنركز عليها معاً عزيزي الطالب هي مهارة التنظيم، والتنظيم لابد أن يلازمك في كل أمور حياتك. التنظيم يندرج تحته إدارة الوقت والمهام بفعالية، فمثلاً لو أخذت عملاً صفياً عليك أن تنظمه بحيث أن تنهيه في وقته المحدد. إذا كان هناك واجب بيتي عليك أن تسلمه للمعلمة في وقته، مشروع، وهكذا من سائر الأمور المتعلقة بالمادة. كما أنه سيكون اختيار واستخدام التكنولوجيا بفعالية وبشكل مثمر، وأركز أنني قد وضعت مصادر متنوعة في المنصة التعليمية تستطيع الرجوع لها والاستفادة منها قدر الإمكان. تعرض التحدث ضمن زمن محدد وتنظم الأفكار بناء على ما تعلمت خلال هذه الوحدة. أما المهارات العاطفية هي الوعي بالحاضر، وأن تركز من خلال هذا الوعي وتعرض صورة أو قضية تحتاج إلى حل، حيث يقوم الطالب بتأمل هذه القضية والتركيز في أبعادها والبحث عن حل لها. فمثلاً قد نعرض صورة متعلقة مثلاً بالبطالة مثلاً، أو أن تعرض صورة متعلقة بالعمالة، عمالة الأطفال مثلاً، وأن تذكر لي بعض حلول كما تراها أنت لهذه الظاهرة. ترتبط هذه الموضوعات التي ذكرتها في هذه الوحدة ارتباطاً وثيقاً مع التربية الاجتماعية، فستتعلم أماكن الإقامة وأسماء بلدان في العالم. التربية الفنية فعليك أن ترسم أشكال ورسومات تعبر عن بلدك، والتربية الرياضية من خلال ما تكتسبه من عادات صحية ورياضية في رياضة المشي مثلاً ورياضات أخرى أنت تمارسها. مشروع الوحدة، كونه هناك مفهوم التعبير الشخصي والثقافي، سيكون هو عبارة عن عرض شفهي تتحدث به مستخدماً اللغة الفصيحة عن أمور تخص هويتك عزيز الطالب، كاسمك، عمرك، والبلد التي جئت منها، وأبرز ما يرتبط بها، وأن تربط ذلك بالواقع بالتعريف بالشخصية، وتقدم نفسك وما توصلت له للآخرين عن طريق الحوار الذي ستجريه باللغة العربية الفصيحة. أما الربط مع رسالة ورؤية المدرسة الأمريكية الحديثة، ستكتسب سمات مشتركة من خلال استراتيجيات التدريس كقيادة العمل الجماعي، توزيع الأدوار بين أفراد المجموعة، والتحدث نيابة عن المجموعة، مما يعزز ثقتك بنفسك ويؤهلك لقيادة مستقبلية، علاوة على ما يطبعه مشروع الوحدة من سمات القيادة في نفس الطالب. وهناك سيكون أنشطة لا منهجية، حيث ستعد تطبيق مشروع نشاط لا منهجي يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة. ختاماً عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.